طيب دكتور هشام، لو هسأل حضرتك يعني عشان نبقى فاهمين أكتر، مين الشخص اللي بيتألق في هذه اللعبة؟ هل هو الشخص الأذكى أم هو الشخص اللي مثلا نقدر نقول الأدهى، من ناحية إن هو يعني بيفهم الشخص الآخر أو المنافس بتاعه أكتر، ولا هو الشخص اللي عنده صبر أكتر؟ يعني خلينا نعرف، هل القصه قصه ذكاء فقط، ولا مش شرط عشان ابقى الاي كيو بتاعي عالي او ان انا ابقى ذكي جدا ان انا ابقى شاطر في الشطرنج؟ هو طبعا معايير ايه اللي من البدايه عنده الاي كيو عالي ده هيساعده كتير وهيتفوق بسرعه في الشطرنج، لكن هي الاساس في الشطرنج لو بدانا تعليمها في سن مبكر، حوالي في ناس بتعلمها 4 سنوات و5 سنوات، فلو تعلمناها في سن مبكر، سن التكوين او النشأة عند الاولاد والبنات الصغيرين في من حوالي 5 6 سنوات لغايه 11 12 سنه، السن ده مفيد جدا، وسن ده سن النمو والتطوير، فلو تعلم اللعبه ومارسها في الفتره دي هتساعده في تكوين شخصيته وتعوده على الهدوء والتركيز والتحليل المنطقي. يعني اللعبه عايزه صبر اصلا. لا، فيها عناصر يعني كتيره كبير. بتنمي طبعا الاي كيو، وكمان بتعلمه يفكر تفكير منطقي، الهدوء، قراءه المنافس قبل حركه كتير. اي عسكري حركه واحده مربع واحد لازم يفكر احتمالاتها، صح، وايه نقط الضعف والقوه، وايه التهديدات اللي عند الخصم، وهينتج عنها ايه، وهينتج عنها ايه طبعا. وفي طبعا بيزود قدره التخيل، انا بتخيل 5 6 7 8 نقلات قدام. طب ما معنى كده دكتور هشام يعني ان ممكن جدا ان الشطرنج تستخدم كوسيله للتاهيل النفسي والذهني للرياضيين في رياضات تانية خالص، ولا ده ما بيحصلش؟ ده حقيقي، ده حقيقي بيتعمل، ده حقيقي، في فعلا تاهيل اليوم، لان الشطرنج كمان على المستوى التعليمي في الجامعات والمدارس بيسموه education tool، يعني وسيله تعليميه، بينمي بيزود قدره الاستيعاب على المواد العلميه والحسابيه، دقه الحسابات، القدره على التخيل، كل المعادلات الحسابيه في الكيمياء والفيزياء والتفاضل والتكامل، كل دوت بينمي القدره على التخيل، بيخلي الولد اللي بيمارس اللعبه في سن صغير تحديدا بيبقى عنده قدره على التخيل عاليه جدا، يفهم المعادلات الحسابيه الكيميائيه المواد العلميه، استيعابه ليها بيبقى احسن 30%، ودايما كل لعيبه الشطرنج متفوقين دراسيا، كلهم متفوقين دراسيا بلا استثناء. طب احنا لو مثلا جاي لحضرتك شخص يعني هنقول برضو بطيء في اتخاذ القرار، ولكن هو مثلا خلينا نقول مش عنده نفس القدرات الذهنيه او الذكاء او قراءه المنافس بشكل اخر، حضرتك بتستبعده ولا بتدي فرصه وبتمرن بشكل معين؟ ببدا معاه تحديدا اللي هو سن تحت 10 سنوات مثلا، لو تحت 10 سنين هيبقى الاستجابه افضل. ممارسه الشطرنج بعد عده شهور، بعد سنه اتنين هتطوروا كتير. في لاعبين تعرفين في الحالات العصبيه والنفسيه عندهم حاجه زي الاوتيزم اللي هو التوحد، ويبقى في انعزاليه وكده، الشطرنج بيطور الحاله دي كويس جدا. الشطرنج بيعمل وقايه من الزهايمر اللي هو فقدان الذاكره في السن الكبير. لاعب الشطرنج عنده 80 سنه وبيلعب وبينافس بطولات عالميه، بتخليه بيتحب الشطرنج، يعني حتى بيساعد في الطب وفي العلاج سواء من الوقايه من الزهايمر او الامراض العصبيه والنفسيه، بيخلي في هدوء في تركيز. يعني ما فيش حاجه اسمها حد يستبعد ان هو مش مثلا عنده قدر معين من الذكاء، ما فيش حاجه اسمها كده، القصه كلها ممارسه، وفي القصه كلها ان انا يعني لازم اتدرب كويس بس، واي مستوى هيطوره. اوكي، يعني حتى لو كان معامل الاي كيو قليل، يعني ده الشطرنج بعد سنه اتنين هيطوره بشكل كبير. طب هل